السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار تعلمنا لدرس المقامات تعرفنا سابقا على المقامات الغربية، ومنها قلنا السلم الكبير والصغير، كذلك المقام الخماسي. اليوم سوف نتعرف في المقامات العربية على ما يسمى بمقام الرصد، ذلك العلامات التي يعتمد عليها ودليل مقامه. إذا كسؤال، في نظرك هل هناك تشابه بين أنغام الموسيقى العربية والغربية؟ عندما نتحدث عن النغمة فإننا نقصد المقام الذي هو عبارة عن 8 أصوات متتالية وفق ترتيب معين للأبعاد، وهذا الترتيب هو الذي يعطي النغمة. أيهما أغنى من حيث النغمات، الموسيقى العربية أم الغربية؟ طبعا تعرفنا سابقا على الموسيقى الغربية وقلنا أنها تعتمد على السلمين أو المقامين الكبير والصغير بالإضافة إلى السلم الخماسي. أما الموسيقى العربية فتستعمل عشرات المقامات. سبق أن درسنا المقامين الكبير والصغير، لنعيد الاستماع للمقام الكبير لتذكر نغمته. الآن لنستمع لنغمة المقام الصغير. إذا تعرفنا أو استمعنا في الأول إلى سلم الكبير، الآن سوف نستمع إلى المقام الصغير كمثال سلم له. وللتمييز قلنا سابقا بين سلم دو ولا، فإن دو أو جميع المقامات الكبيرة ليس فقط دو فهي تميل إلى الفرح، عكس السلم الصغير أو المقام الصغير فهو يميل إلى الحزن. الآن نستمع للمقام التالي ونحدد هل هو مقام كبير أم صغير. النموذج الأول. إذا كما لاحظنا فهنا السلم يبدأ بدو وينتهي بدو. إذا لدينا السلم الكبير وبالأخص سلم الدو الكبير. نستمع الآن إلى النموذج الثاني ونميز طبيعة المقام إن كان كبيرا أم صغيرا أم مقاما آخر. النموذج الثاني. إذا هنا لاحظنا أن المقام يبتدئ كذلك بالضوء وينتهي بالضوء، إلا أنه يتميز بنغمة جديدة تميل إلى الموسيقى العربية. هذه النغمة التي استمعنا إليها التي تمثل النغمة العربية هي لسلم أو مقام الرصد. الآن لنستمع إلى المقام الأول الذي هو مقام الضوء الكبير، بعد ذلك نستمع إلى مقام الرصد الذي يبتدئ بدور بدورك ونلاحظ العلامات التي طرأ فيها التغيير. نستمع الآن إلى سلم دو الكبير. إلى مقام الرصد. إذا كما لاحظنا هنا فإن مقام الرصد كذلك يبتدئ بدو وينتهي بدو، لكن هناك تغيير في علامة مي والسي كما لاحظنا.
فإن مي وسي تغيرت نحو الانخفاض، أي لاحظنا أن صوتها انخفض قليلا. إذا قمنا بمقارنتها بمي بمول وسي بمول، نلاحظ أنها انخفضت أقل من مي بمول وسي بمول. إذا فالعلامة التي تساهم في خفض الصوت قليلا عوض أو بمول تسمى بنصف بمول، ودورها هو خفض العلامة بربع بعد فقط، وبذلك يصير كل المقام الرصد كالتالي من دو إلى دو مع خفض علامة مي وتي بنصف بمول. إذا تسمى قلنا هذه الإشارة بنصف بمول، دورها خفض الصوت بربع بعد، ويسمى هذا المقام العربي بأربع. إذن فمقام الرصد هو مقام شرقي تعود أصوله إلى الأكراد، وأما كلمة الرصد فإنها تعني المستقيم الحقيقي. يبتدئ هذا المقام وينتهي بدو، ويشتمل دليل مقامه على سي نصف بمول ومي نصف بمول كما لاحظنا هنا. وكما نعرف سابقا أن بين دو وغي بعد واحد، غير مي بعد واحد، لكن عندما نعتمد على مي نصف بمول فإن الصوت يخفض بربع بعد فتصير ثلاث أرباع. أما مي وفا فكانت نصف بعد، لكن هذا الربع الذي تم نقصانه من المسافة التي توجد بين واي ومي يتم إضافته إلى المسافة التي توجد بعدها. إذن فنصف بمول يقوم بخفض صوت العلامة في إذا كان يوجد في المسافة هو الثاني، لكن عندما يصير الأول فإن ذلك ربع يتم إضافته أو نصف، حتى إن كان ربع بعد أو عفوا نصف بمول أو بمول. يعني بين مي وفا صارت ثلاث أرباع، فاصل بعد طول بعد، لا سي كانت بعد لكن مع نصف بمول تم حذف الربع فصارت ثلاث أرباع، وبين سي ودو كانت نصف تمت إضافة ذلك الربع فصارت ثلاث أرباع، لأن نصف بمول تم كتابته في بداية المسافة. إذن إذا جاءت البداية يقوم بنقصان ثلاث أرباع، أما إذا جاء في نهاية المسافة فإنه يتم ب النقصان عوض الزيادة إذا جاء في القريب. الآن نستمع إلى نغمة مقام أرض. نستمع إلى أمثلة ضمن مقام الوسط ما بين من بين هذه الأمثلة طبعا مغربية محضر، ولكننا اليوم تعرفنا على مقام الوسط وعرفنا كذلك المقام الذي تعتمد عليه هذه الأغاني المغربية.
الآن كتمرين سوف نستمع إلى أربع أعمال مختلفة ونقوم بتحديد طبيعة مقام، إن كان كبيرا أم صغيرا أم ثلاثي أم مقام أطراف، طبعا من خلال المعلومات التي تعرفنا عليها سابقا. إذن العمل الأول فهي كانت رقصة الأطلس، رقصة الأطلس فهي ضمن مقام الرقص. العمل الثاني كان عبارة عن موسيقى صينية، نحن كما درسنا سابقا في المقام الخماسي قلنا أن الموسيقى الصينية والأمازيغية تندرج ضمن السلم الخماسي، إذن كنا ضمن المقام الخماسي في العمل الثاني. العمل الثالث كان واضح أنه هو عمل دور التغيير. أما العمل الرابع فهو أغنية العين الزرقاء التي اعتمدت على المقام الصغير. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم اليوم في درسنا هذا، وإذا درس مقبل إن شاء الله بحول الله مع مقام آخر أو معلومة أخرى. إلى اللقاء وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله.